كيف تصنعين عجينة البانكيك مع قطع الشوكولا والفراولة بأشكال مختلفة؟ نحتاج إلى كوب ونصف طحين، 3 ملاعق ونصف باكينج باودر، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة كبيرة سكر، كوب وربع حليب، بيضة، 3 ملاعق كبيرة زبدة ذائبة، كوب من قطع الشوكولا، فراولة. في وعاء نخلط الطحين والباكينج باودر والملح والسكر، وفي وعاء مختلف نقوم بخلط الحليب والبيض والزبدة. نخلط المخاليط مع بعضها البعض ونقوم بعمل كميتين. نقوم بإضافة فراولة المقطعة إلى الكمية الأولى وقطع الشوكولا إلى الكمية الثانية. نقوم بتسخين قدر مع قليل من الزيت أو الزبدة ونقوم بسكب خليط البانكيك. نقوم بعمل الشكل المطلوب، يقدم مع العسل أو الفواكه أو حسب الرغبة. لا تنسوا الضغط هنا للسبسكرايب لمتابعة ما هو جديد، ويمكنكم أيضاً مشاهدة هذه الفيديوهات التي اخترناها لكم.